بسم الله الرحمن الرحيم. سأتحدث اليوم عن متلازمة مفصل الفك أو تمبر مانديبولار جوينت ديسفانكشن سيندروم والتي تنتشر بشكل مخيف في العالم العربي. سأتحدث اليوم عن بعض العلامات التي رأيتها خلال هذه الفترة. حقيقة مرت علي 3 حالات من جرح عميق في اللسان وآفة في الشفايف بسبب عضة المريض لا إرادية خلال النوم. هذه العضة ما نسميها بالجرايندينج أو التسكيك هو علامة عن فشل الإنسان في السيطرة على القلق، وهذه العضة ممكن أن تؤدي إلى رواهب من الآفات والجروح اللي قد تجعل من طبيب الأسنان يشك أنها من بدايات سرطانية لا سمح الله. لا بد عند الشعور بآلام في مفصل الفك أو آلام وحساسية في الأسنان أو بكة في مفصل الفك لا بد من مراجعة طبيب المختص.